عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى، أخباركم ايه؟ أنا زميلكم خلود محمد، وإن شاء الله هنكون مع بعض النهاردة في شرح التوتوريال الأول اللي هو بعنوان Graded Dose Response Curve. نسمي الله بقى كلنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ في أول حاجة. أول حاجة هتقابلني هي ايه؟ Definition، طبيعي أول حاجة في كل حاجة تعرفها. احنا كده عندنا بالعنوان بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي Curve، يعني علاقة بيانية. Curve هرسمه بين متغيرين، مين هما المتغيرين دول يا سيدي؟ قال لي Dose والريسبونس. هو ده بالظبط المكتوب قدامي في التعريف. مكتوب عندي ايه؟ مكتوب عندي ان انا عندي ريليشن شيب، يعني علاقه ما بين متغيرين اللي هو مين؟ الدوز بتاع الدواء والافكت اللي بيعمله، صح؟ هرسم مين على محور السينات ومين على محور الصادات؟ قال لك ان انا عندك الدوز بتتكتب على محور اكس، اكس ده هو محور السينات، والافكت بيتكتب او الريسبونس، يعني هي الاثنين بنفس المعنى زي ما اتفقنا قلنا ايه يعني كلمه افكت، الاكشن اللي بيعمله الدواء. هنرسمها على ايه؟ على محور الصادات اللي هو المحور واي. تعال نشوف الصورة. عفوا عن الخطأ الفني ده. الصورة ادي هو المحور واي، ده محور ايه؟ الصادات. هو نفس الصادات والسينات اللي كنا بنرسمهم زمان في المدرسة، بس احنا ايه دلوقتي عشان بقينا في الكلية بقى وكده، فهنقول المحور اكس على السينات والمحور واي على الصادات. يبقى هو قال لي انا هحط متغير الدوز على المحور مين؟ اكس اللي هو السينات، وادي الدوز هنا اهي، ماشي. كونسنتريشن مكتوبه في الرسمه، كونسنتريشن هي كونسنتريشن يعني الدوز، التركيز اللي بدي بيه العيان، يعني اديله قرص، اديله 2، اديله مللي، اديله 2 كده يعني. والناحيه الثانيه هحط ايه؟ هحط الافكت او هحط الايه؟ الريسبونس. طيب هرسم، احنا نتخيل ان احنا هنرسم الكيرف ونشوف ايه اللي هيحصل. انا عندي الكيرف ده بيمثل اللي عندي كذا دواء. نفترض ان انا هنرسم الكيرف بتاع الدواء ايه اللي هو الكيرف الاسود ده، هنرسمه ازاي؟ قال لي مش انت عندك متغيرين، احنا هنجيب الايه؟ العيان اللي بنجرب عليه ونبتدي نعمل ايه؟ نديله دوز، نبدا من الدواء ونشوف هيحصل افكت ازاي. اول حاجه ببدا بدوز صغيره جدا 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 اشوف هيحصل افكت ولا لا. شايف الكيرفات كلها؟ يعني اول جزء من الكيرف ده اهو، الجزء الاول هو يعني ممكن نتخيل الحته الاولى من الكيرف ده اهي، تمام؟ شايف اللي بيبقى لسه الكيرف اصلا، معليش، انا ببدا بدوز صغيره جدا جدا، ممكن في الاول ما تدينيش افكت، وبعدين ابتدي ازود في الدوز تدريجي لحد ما ايه؟ ما الدواء يبدا يديني افكت، وافضل بقى ازود في الدوز والافكت يزيد معايا، ازود في الدوز والافكت يزيد معايا. كل ده انا ماشي احط نقط 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 نقط، كل ما مدي دوز اعلم عن النقطه بتاع الافكت بتاعتها، وهكذا هكذا لحد ما بوصل لنقطه فوق عندها كده، النقطه اللي هي فوق دي بوصل عندها بدي الدوز ويحصل عندي افكت. بعدها افضل ازود في الدوز ان الافكت يزيد، مفيش، ازود في الدوز شويه كمان ان الافكت يزيد، مفيش. تعالى شايف الكيرف هنا نام في الاخر اهو، الحته اللي في الاخر دي نامت، لان انا هنا ايه؟ مهما زودت في الدوز كيرف معليش تاني. يبقى ايه اللي بيحصل؟ اللي حصل ان انا لما جيت جبت العيان واديته دوز، بدات الاول بدوز قليله جدا ما ادانيش افكت، فضلت ازود بالتدريج لحد ما بدات تعلم معايا وتديني اول افكت، تمام. ازود في الدوز والافكت يزيد، ازود والافكت يزيد، وارسم نقط 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 لحد ما وصلت النقطه اعلى نقطه عندي اديت فيها دوز ام حصل افكت، بعد كده ازود في الدوز تاني الافكت ما زادش. وصلت النقط دي ببعضها كلها ورسمت كيرف، الكيرف الاسود اللي قدامنا ده. تعالى بقى نشوف ايه الكيرف ده، نمسح اللي عملناه ده عشان ايه يبقى الدنيا واضحه. يبقى اللي حصل ان الكيرف اترسم ازاي؟ فهمنا، انا بجيب رسم بياني وابتدي اسجل انا اديت للعيان 1 مللي ما عملش افكت، طب اديته 1.5 بدا يظهر افكت، طب اديته 2 الافكت زاد شويه، وهكذا لحد ما اوصل لنقطه اديته فيها 10 مللي حصل عندي افكت كويس وافكت عالي عن اللي قبله. بعد كده قلت ازود اديله 11 ما زادش، ازود اديله 12 ما زادش، خلاص وقف عند نقطه معينه. طبعا الارقام كلها بنضرب بيها مثال وخلاص. يبقى اللي بيحصل ايه؟ الجزء اللي فاضل من التعريف هو بيقول لك ازا دوز بتاع الدراج بتزيد، تلاقي الريسبونس معاك بتزيد. يبقى كل ما زودت الدوز كل ما زودت الايه؟ الافكت، لحد نقطه معينه اللي هي اعلى نقطه في الكيرف دي، خلاص الدواء مش عارف يجيب بعدها تاني حاجه. عارف انت عشان تفتكر شبه الدواء كده وانت بترسم، هو الدواء بالظبط بيبقى عامل زي كده لما تبقى جاي بتذاكر في اول السنه وفي نصها وفي اخرها، او خلينا نقول في اول المديول، يعني بما اننا شغالين مديولات. انت في الاول خالص بتبقى شغال بايه؟ باقل طاقه عندك. هو الدواء بتاعي اول ما بدا يعمل اول افكت ده كان اقل حاجه عنده. عارف انت لما تيجي تعمل حاجه تقولك ده اقل حاجه عندي، اول افكت عمله الدواء ده بيبقى اقل حاجه عنده، وبعدين يفضل يزيد يزيد لحد ما يوصل. افتكر نفسك بقى وانت ايه؟ وانت ليله الامتحان وقاعد بص جايب اخرك وقاعد بقى وحابس نفسك وكده، ففي النقطه اللي هي اعلى نقطه دي الدواء ده بيبقى جايب اخره، بيبقى جايب احسن حاجه عنده، واللي بعدها خلاص مش هيقدر يجيب تاني. انت بتبقى ليله الامتحان جايب اقصى حاجه عندك، انت ما عندكش احسن من كده تقدر تجيبه تاني، تمام. وفي نص السنه، يعني احنا لو جينا على الكيرف ده كده
وخدنا النقطة اللي في النص دي، بيبقى الكيرف شغال بنص، بيبقى الدواء بتاعي شغال بإيه؟ ب 50% من كفاءته، ما هو في النص. أنت برضو في نص المديول بتبقى شغال ب 50% من كفاءتك، يعني والله بذاكر شوية ومذاكرش شوية وهكذا، فالدواء بتاعك بيمشي بنفس الحكاية دي برضو. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان دلوقتي هنطلع قيم من على الكيرف دي نكمل بيها ايه السلايد الجايه يعني، فنركز بس ايه حتى لو الكلام مش مكتوب قدامنا. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه عشان ما نتوهش من بعضنا؟ رسمنا كيرف، ويا ريتنا رسمناه ازاي؟ جبنا كيرف رسمنا سينات وصادات، وقلنا محور السينات ده اللي هو اكس، محور الصادات ده اللي هو واي، وبعدين قلنا هنفضل ندي العيان جرعات من الدواء، هبدأ بجرعة صغيرة جدا ممكن ما تعملش افكت لحد ما اول ما الدواء يعمل عندي افكت، اللي هو الدواء هنا بيقول لك ايه ده اقل حاجة عندي، انت وانت في اول مديول اقل حاجة عندي، عمل اول افكت وفضلت ازود له زود له وانت ماشي 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 لحد ما وصل للنقطة اللي جاب فيها اخره، وانت في اخر بقى المديول وليت الامتحان وجايب اعلى حاجة عندك. ما بين الاثنين في نقطة في نص الكيرف بالظبط بيبقى الدواء شغال فيها ايه بنص كفاءته، والله دي اقل حاجة عندي ودي اعلى حاجة عندي ودي كده انا نص نص، انا في نص السنة، هو ده اللي انا عايزه من الكيرف بالظبط. انا مثلا مش بعمل الكيرف ده كده يعني ايه عشان السله، انا دلوقتي بالنسبه لي الدواء ده وانا بعمله كده، احنا دلوقتي بناخد الدواء وهو في السوق بيبقى خلاص اتصنع وتوافق عليه ونزل السوق، قبل كده والشركات بتصنعه لازم الدواء يبقى له حاجه كده زي السي في، عشان لما الدواء ينزل السوق ويتقدم لنا كوسط علمي او دكاتره نبقى عارفين نقيمه. اللي احنا بنحكيه ده جزء من السي في بتاع الدواء، انا برسم الكيرف ده للدواء عشان اطلع القيم اللي احنا بنحكي عنها دي وتبقى ثابته، انا بعرف الدواء ده بيعمل اقل افكت عنده امتى بانهي دوز، واقل افكت عنده ده كام في الميه، وبعدين لما بيشتغل اعلى دوز عنده ايه احسن افكت بيجيبه وبيديه دوز كام. المعلومات دي كلها هي دي اللي انا عايزه اطلعها من الكيرف. احنا معانا صوره كيرف تانية برضو عشان نتخيل الوضع اهي، دي برضو صوره من الداتا بتاعه الدكتوره عشان نبقى متخيلين برضو ايه الوضع. نفس الحكايه كيرف اهو، وبدات ادي الاول ما كانش في افكت بدوز قليله جدا، وبعدين بدا يظهر عندي الافكت وبيزيد بالتدريج لحد ما بوصل لنقطه معينه اعلى نقطه اللي بعدها خلاص الكيرف مش هيعلى تاني. نفس الحكايه احنا كده فهمنا الحكايه دي وقلنا الكلام كده ايه بينا وبين بعض بالعربي، اللي هو ايه الدواء هو جايب اقل حاجه عنده والدواء هو جايب اخره والدواء هو في نص ما بين ده وده، وفكرتك بنفسك وانت في اول المديول وانت في مزنوق في اخر المديول وجايب احسن حاجه عندك وانت في الاول لسه بتتدلع وجايب اقل حاجه عندك وانت في النص بين البنين. هو ده بقى الكلام اللي احنا عايزين نقوله، بس هنترجمه بشكل مختلف شوية. بس قبل ما نترجمه هقول لك حاجة، تعال نشوف احنا في السلايد اللي قبلها كنت بقول لك ايه، احنا زي ما احنا اهو هنطلع هنترجم الكلام، بس خلينا اقول لك ان انا قلت لك ايه، ان انا بحط متغير اللي هو مين الدوز ومتغير التاني الافكت. قال لي والله انت ممكن تحط الدوز وممكن تحط حاجة اسمها لوغاريتم الدوز. ايه اللوغاريتم ده بقى؟ عشان انت ايه هتشوف التعريف ممكن تلاقي في كلمة لوغاريتم دي. بص يا سيدي، انت هنا الكيرف ده حطيت فيه هنا كده كده احنا في الناحيتين في الافكت، يعني كده كده محور الصادات ما عندناش فيه مشكله هنسجل فيه الافكت. قال لك في كيرف ممكن تحط الدوز على طول، الدوز نفسها بتاع الدرج اللي هتحطها، وفي كيرف تاني هتحط فيه لوغاريتم الدوز. انا هستفيد ايه؟ هستفيد بس انك تعرف انواع الكيرف عشان الدكتوره كاتباهم، يعني مش اكتر من كده، انت لا هترسم كيرف ولا هتفرق معاك، يعني ما تخليش الكلمه تضايقك. احنا نفتكر في الرياضه كده كنا بنيجي مثلا نجيب الرقم ونجيب اللوغاريتم بتاعه، تمام؟ انت في كيرف منهم هتكتب اديت للعيان 1 ملي هتكتب الواحد ملي، وفي كيرف تاني لا تروح تجيب لوغاريتم الواحد ملي وتكتبه. كلها يعني ايه شغل بتوع الرياضه والاحصاء ما لناش احنا دعوه بيه، اللي يهمني شكل الكيرف. قال لي الكيرف اللي هو اسمه ايه شكل الكيرف واسمه برده، يعني الكيرف عارف اللي هو اسمه او اللي هو بسجل فيه الدوز وصادر الريسبونس، ما باخدش اللوج بتاعها بسجل ديت 1 ملي هكتبه على طول، اسمه هايبربوليك كيرف، شكله لاينر، شايف شكله عامل ازاي؟ يعني ايه خط كده. بينما الكيرف الثاني اللي بسجل فيه اللوغاريتم شكله سيجمويد اس شيب، شايف شكله عامل زي الاس كده سيجمويد. بس يبقى انت المهم تبقى عارف ده اسمه هايبربوليك وده اسمه سيجمويد كيرف، ده هايبربوليك وده سيجمويد كيرف. الهايبربوليك ده بحط فيه الدوز بس، السيجمويد لا باخد فيه لوغاريتم الدوز، ده شكله خطي لاينر انما ده اس شيب. حتى كاتب لك هنا بيقول لك ايه سيمي لوج، يعني في محور من المحورين كاتب فيه اسم اللوج، يعني كاتب يعني اقصد مستخدم فيه اللوج، مستخدم واحد من المتغير الاثنين بتجيب لوغاريتم الرقم، لوج الرقم، لوج الرقم، عشان كده ايه سميته سيمي لوج، في واحد من المحورين بجيب فيه لوغاريتم. بس كده مطلوب مني هنا ان انا اعرف ايه اشكالهم ومش اكتر من كده، يعني عشان بس ايه الدنيا ما تبقاش متلخبطه بالنسبه لك. انا بس عارف ان انا ممكن احط اللوغاريتم وممكن احط الدوز، انا ده هيفرق معايا في حاجه؟ لا، انا يجي لي الكيرف عليه لوغاريتم عليه دوز، المهم انا هطلع من عليه المتغيرات اللي احنا هنقولها دي، بس عشان الدكتوره كاتباهم فنبقى عارفينهم. خلاص كده
هنرجع بقى تاني نطلع المتغيرات بتاعتنا زي ما اتفقنا. بس احنا مهم ايه، خلاص عرفنا ان انا في عندي شكلين من الكيرف، والله ده واحد خطي لاينر اسمه هايبربوليك، ده بحط فيه الدوز، لكن التاني اللي بتعب نفسي فيه بقى واجيب اللوغاريتم وكده بيبقى ايه، بيبقى لافف سيجمويد او اس شيب. ماشي بس كده. نرجع بقى تاني للكلام اللي احنا كنا بنقوله عشان ايه هنخش في الكلام الجد. احنا كده بصينا على الكيرفين دول كويس، هنبص بصينا على صورهم كويس، وقلنا احنا ايه، احنا جبنا النقطه الاولى والنقطه اعلى حاجه والنقطه اقل حاجه. تعالى بقى نسمي الكلام ده بصوره علميه شويه. النقطه اللي كان بدا الكيرف عندها يجيب او الدواء يعني يجيب اقل حاجه عنده، او ما بدا يديني اول افكت والدواء جايب اقل حاجه عنده، حبيت اسميها، سميتها من ايه، كلمه افكت دي حطيت لها ايه، وعشان هي اقل حاجه سميتها، طبعا معلش يعني هو رسم معوج شويه، سميتها ايه مينيمال، دي اعتبروها ام برضو. يبقى النقطة دي ده هي اللي هي الدواء بدأ يجيب عندها أقل حاجة عنده، الدواء جايب أقل إفكت عنده، سميتها إيه؟ سميتها إيه؟ مينيمال. طيب النقطة اللي أعلى نقطة فوق، هو حتى مكتوب أهو اللي الدواء كان جايب فيها آخره، وأنت ليلة الامتحان بقى وجايب آخرك، سميتها إيه؟ ماكسيمال، اللي هو أعلى إفكت ممكن يوصل للدواء، اللي بعد كده خلاص مش مهما زودت في الدوز مش هيزيد تاني، سميتها إيه؟ ماكسيمال. إيه جاية من كلمة إفكت. وجيت على النقطة اللي ما بين الاتنين سميتها اللي هي دي هي، سميتها إيه؟ سميتها ايه؟ 50%. مش انت دلوقتي شغال بالافكت بتاعك عامل 50% منه، اسمها ايه؟ 50. تمام، نمسح اللي احنا عملناه ده عشان نعلم عليهم تاني. يبقى انا دلوقتي عندي نقطه اهي اسمها ايه مينيمال اقل حاجه، ايه ماكس اعلى حاجه، واللي في النص مين؟ واللي في النص ايه 50. يبقى دي كده افكتات، سجلت الدواء ده عمل هنا الافكت بتاعه ده اقل افكت عنده، الافكت ده اعلى افكت عنده، الافكت ده الافكت اللي في النص بتاعه. تمام. طيب انت جبت الرقم ده برضو عندي في الكيرف التاني نفس الوضع، ايه ماكس اعلى نقطه ودي ايه مينيمال، بس هي مش مكتوبه اقل حاجه، ولو جيت على النقطه في النص هلاقي دي ايه، ايه 50 اللي هو 50% من الافكت بتاعه. طيب لو انا بقى جيت على النقطه بتاعه الكيرف اللي هو مثلا انا جيت على الكيرف النقطه دي مش عند النقطه دي، عمل ايه؟ عمل اقل افكت عنده، قمت واخد منها عمود ونازل عشان اشوف على المحور بتاع الدوز كانت انهي دوز عملت الافكت ده. انا دلوقتي قدامي كيرف قال لي ان هنا الدواء عمل اقل افكت، قوم واخد نقطه ونازل بعمود، هنا الدواء عمل اعلى افكت، خد نقطه وانزل بعمود. لما بنزل بعمود بشوف الرقم اللي بيقابل الافكت ده على كيرف الدوز. اشمعنى؟ ما انا عايز اعرف، مش انت قلت لي ان هو جاب اعلى افكت عنده، عايز اعرف هو جابه بالدوز كام وبدا باقل افكت عنده، ساعتها كانت الدوز منه كام، وهو شغال ب 50% من كفاءته كانت الدوز منه كام. فقمت رايح مسميهم اسماء زيها، مش دي كانت اي مينيمال، انا سميت دي اي دي مينيمال. يعني ايه؟ يعني الافكت الدوز اللي بتعمل الافكت المينيمال. ماشي. وجيت برضو على دي سميتها ايه؟ دي ماكسيمال، يعني الافكت اللي بتعمل الدوز اللي بتعمل افكت ماكسيمال، الدوز اللي لما اديتها الدواء جاب اخره، جاب اعلى حاجه عنده. وجيب برضو على اللي في النص ده، هي اصلا مكتوبه لو مسحنا من عليها هيبان، مكتوبه اصلا عندي اهي ايه سي 50. طب كلمه سي ودي بس عشان ما نتلخبطش، كلمه سي بتساوي كلمه دي، عشان هو كاتب كونسنتريشن، كونسنتريشن او دوز زي بعضها، يعني بيقول لك اي دي او اي سي واحده. ماشي. فاي دي او اي سي 50 الايه، الدوز اللي لما اديتها الدواء اشتغل ب 50% من الافكت بتاعه. وصلت كده؟ يبقى انا كده طلعت من الكيرف ايه، ست حاجات. اقل حاجه عنده يبقى ايه، افكت اي مينيمال، اعلى حاجه عنده اي ماكسيمال، وهو في النص اي 50 افكت 50. طب وهو الدوز اللي عملت اقل حاجه عنده يبقى اي دي مينيمال، الدوز اللي عملت اعلى حاجه عنده تبقى اي دي ماكسيمال، الدوز اللي عملت 50% تبقى اي دي او اي سي، كلهم اي دي او سي عادي يعني مش متلخبط، بس احنا هنقول دي بقى وخلاص، ولو قابلتنا سين يبقى عارفين هما بيساووا بعض، اي دي 50. ماشي. هو الكلام ده بالظبط اللي هنلاقيه في السلايد الجاي. نشوف برضو الكيرف ده قبل ما نمشي، نفس الفكره، هبرضو الاي ماكسيمال اهي، ولو عايز اجيب الدوز بتاعتها هنزل بعمود واجيب الدوز، هنزل بعمود هنا واجيب الدوز. تمام. ونفس الوضع لو انا عندي دي هنزل بعمود واجيب الدوز، و50 بنزل بعمود واجيب الدوز، اهو كاتب لك ان دي اي سي 50 او اي دي 50، جبت 50% من الافكت ونزلت بعمود وجبت الدوز. وصلت كده؟ عرفنا ازاي بنجيبها من على الكيرف، عشان هو السؤال هيجي لي انه يجيب لي كيرف واطلع انا منه. تمام. تعالى بقى نشوف ايه الكلام اللي مكتوب قصادنا، معلش انا عندي السلايد دي كمان. اهميه الكيرف ده، انا عندي للكيرف ده اربع اهميات، اول اتنين منهم اللي احنا قلناهم، ادي اول واحده هتقابلني اهو،
الاف بعرف منه يوز تو كالكوليت، بحسب ايه؟ بحسب الافكت اللي هو ايه، ايه مينيمال وايه ماكسيمال وايه 50. مش ده اللي احنا قلناه؟ مش احنا قلنا ان انا بجيب اقل حاجه، اقل نقطه قلنا انها اسمها ايه مينيمال، وبجيب اعلى نقطه اسمها ايه ماكسيمال، وجبت في النص وايه جبت في النص وقلت لك انها ايه، ايه 50. صح. طب انا دلوقتي لو عايزه احط تعريف لاي ماكس دي هحط لها تعريف ايه؟ تعالى نشوف كده التعريف اللي هيكتب ده. بيقول لي يا سيدي الاي ماكس دي هي الماكسيمال افكت، تمام، ات هاي دراج كونسنتريشن. ما هو طبعا ما هو لازم يكون الكونسنتريشن عالي، يعني مدي دوز عاليه عشان تعملي ماكسيمال افكت، تمام. هو ان اور ريسبتور اكوبايد باي ذا دراج. يعني ايه؟ مش احنا عارفين ان الدراج ده عشان يشتغل لازم يروح يمسك في ريسبتور؟ ما هو الدراج لما بيجيب اخر حاجه عنده، اعلى حاجه عنده، لازم يمسك طبعا في كل ريسبتور، تمام. ما هو الدراج انا بقول لك اي ماكس دي يعني جاب اخره، ما هو جاب اخره دي يعني مسك كل ريسبتور. انت لما في الامتحان بتبقى جايب اخرك، لازم تكون ايه، مسكت كل الورق وكل المحاضرات وكل الحاجات ذاكرتها وخلصتها، باعتبار يعني ان انت طالب مجتهد وكده، تمام. ما علينا من الطالب، خلينا في الدواء. يبقى الاي ماكسيمال هي ايه؟ هي الاي الافكت اللي يعمله الدواء بدراج كونسنتريشن عالي. ما هو لازم يكون التركيز بتاعه عالي عشان يجيب اعلى حاجه عنده، ولما يكون الدواء قفل كل الريسبتور خلاص دلوقتي اشتغل على كل الريسبتور اللي عنده، تمام. هي الهايست ليميت اوف ايه، اوف جريد دوز ريسبونس كيرف على محور الايه، الواي، محور الصداد، صح. ما هو ده اللي احنا قلناه، قلنا انها لما برسم الكيرف كده، وكنا راسمين كيرف مثلا عامل ايه، عامل اس شيب كده، قلت لك ان هي النقطه دي هي اعلى نقطه فوق الاي ماكس، اعلى نقطه الكيرف وصل لها. فهو ده بالظبط اللي مكتوب، انها الهايست ليميت اوف جريدد على محور ايه، الصداد، بجيبها من محور الصداد، تمام. الدوس تحت انما الافكت فوق، فانا بدور على الافكت، يبقى الافكت على محور الصداد اللي هو المحور واي، صح كده. يبقى انا دلوقتي عشان الديفينيشنز اللي في المربعات دي كلها في الداتا دي الدكتوره كاتباها في صفحه قدام كده في الداتا بتاعتها لوحدها، ماشي. فالديفينيشن دي بقى ممكن تجيلي مثلا ايه في شكل ام سي كيو، ابقى يقول لي مثلا الماكسيمال افكت وانا اختار تحت ايه، ايه هي التعريف بتاعها، فنبقى مركزين كده وفاهمين الديفينيشن. قلت لك ايه ماكس من اسمها اعلى افكت يعمله الدواء، فهو بالظبط الماكسيمال افكت، تمام، هيعملوا الدواء بايه، بكونسنتريشن عالي. ما هو لازم يكون في لازم يكون دوز كبيره عشان تعمل اعلى افكت، يبقى الماكسيمال افكت ات هاي دراج كونسنتريشن. امتى؟ لما الدواء يكون عجاب اخره ويشتغل عمل اكيوبايد بايه، بالدواء، يعني الدواء اشتغل على كل الريسبتور اللي عنده، تمام، واللي هي ايه، اعلى نقطه على محور الصداد. اما احب اجيبها اشوف الكيرف اعلى نقطه على محور الصداد فوق. طيب نشوف تاني حاجه، مش احنا قلنا ان احنا جبنا اول حاجه اللي هي مين، جبنا اول حاجه اللي هي الافكتات، تاني حاجه جبناها هي الدود، صح. ما احنا قلنا، مش قلنا كل افكت اهو، كل افكت هنا على الكيرف مثلا بجيب النقطة وانزل وانزل بعمود عشان اعرف ايه الدوز، كل افكت هنا بيقابل دوز هنا، فالاي مينيمال بيقابلها اي دي مينيمال الدوز اللي عملتها، والاي ماكسيمال هيقابلها الاي دي ماكسيمال الدوز اللي عملتها لما جبت اعلى نقطة ونزلت بعمود، والاي دي 50 الدوز اللي عملتها الاي 50 لما الدواء اشتغل ب 50% من كفاءته نزلت على ايه، على العمود وجبت ايه، اي دي 50. طب تعالى اما نحب نحط تعريف للاي دي 50 هنحط تعريف للاي دي 50 نقوله ايه؟ بص كده بيقول لك ايه، الاي دي 50 بلاش دي خالص عشان ايه ما تغطيش عليه. الاي دي 50 عباره عن ايه؟ قال لي هي الدراج كونسنتريشن او الدوز اللي هتديني نص الماكسيمال افكت على محور السينات، صح. مش انا قلت لك ان انا هجيب الكيرف ارسم الكيرف كده واقوم راسم اهو الكيرف اهو، دلوقتي هو الكيرف هنا شغال ايه، الدواء هنا شغال ب 50% من كفاءته، قمت واخد ونازل عمود وقلت لك ان ديت الدوز اللي عملها ساعتها، يبقى صح هي قيمه الدوز اللي ادتني نص الافكت، والدوز دي بطلعها من على محور ايه، اكس، محور السينات. يبقى كده نبص على التعريفين، اي ماكس بطلعها من محور الصداد عشان انا بدور على افكت والافكت بتركز هنا، انما الاي دي 50 او الاي سي 50 يبقى انا بدور على دوز، يبقى هجيبها من محور السينات. الاي ماكس اعلى نقطه على الكيرف هنا، الاي دي 50 النقطه اللي هنا عندها الدواء كان شغال ب 50% من الافكت بتاعه، صح. تعالى نقرا تاني برضو عشان ايه ما نبقاش تايهين، تاني نقولهم اخر مره. يعني ايه اي ماكس؟ قال لي الماكسيمال افكت لما كان الدواء شغال ايه ومالي كل الريسبتور بتاعته ومدي هاي كونسنتريشن طبعا عشان يعمل لي ماكسيمال افكت، وهي اعلى نقطه على محور الصداد، لما ابص هلاقيها في محور الصداد، كيرف قدامي تاني، لما ابص هلاقيها ايه على محور الصداد. طيب اما اجي اقول لك فين الايه، الاي دي 50، الاي دي 50 الدوز اللي اللي بيعملها الدوز اللي بتعمل عندي 50% من ايه،
من الإفكت، وهطلعها منين؟ وهطلعها من على محور السينات، عشان أنا يبقى الصداد بتاعي الإفكت والسينات بتاعي دوز. يبقى فهمنا كده؟ لو عايزين نرجع تاني برضو لإيه؟ للصور عشان نبقى فاصلين آخر مرة. أهي تاني الصور فين الإي ماكس؟ أهي بجيب الإي دي ماكس إزاي؟ بنزل بعمود هنا. طب فين الفيفتي؟ الفيفتي أهي بنزل بعمود هنا، تبقى دي إيه؟ الدوز بتاع الفيفتي، الدوز بتاع الفيفتي أهي. وعرفنا تعريف كل واحدة منهم، يلا نعرف الإي ماكس. وحتى إحنا مش شايفين التعريف أهو، قلنا إيه؟ هي الماكسيمال إفكت للدراج، لما كنت مديه بكونسنتريشن عالي، ما هو شايف الدوز هنا كبيرة جدا عشان تعمل ده، مديه بكونسنتريشن عالي. لما كان عامل إيه؟ إكيوبيشن لكل ريسبتور، قافل كل ريسبتور عشان هو جايب آخره وجايب أعلى حاجة عنده، هي أعلى نقطة بجيبها من على محور الصداد، أعلى نقطة من على محور إيه؟ الصداد. تمام؟ طب عايز أجيب التعريف بتاع الدوز، التعريف بتاع الإي دي 50 أو الإي سي 50 اللي هي النقطة أو الدوز أو الكونسنتريشن اللي بيعمل إيه؟ اللي بيعمل 50% من الإفكت بتاع الدواء، صح؟ واللي بجيبها من على محور مين؟ على محور السينات. يبقى احنا كده عرفنا اول فايدتين للكيرف بتاعي، اول فايدتين للكيرف ان انا عرفت ايه؟ عرفت الاي ماكسيمال وعرفت الاي مينيمال وعرفت الاي 50 اعلى واقل والحلو في النص، وعرفت الدوز اللي بتعمل كل واحده فيه، وحطيت تعريف للاي ماكسيمال والاي دي 50. تمام؟ اخر بص على التعريفات عشان نبقى فاهمينه. اي ماكسيمال اعلى حاجه عملها عندي ايه؟ ماكسيمال افكت عملها الدواء، وهو مدي طبعا بكونسنتريشن عالي، قفل كل الريسبتور بتاعته، وهي اعلى نقطه فوق على محور الصداد. انا خلاص سستمت دماغي الصداد، انا ببص الافكت، يبقى ببص على الصداد. انما اول ما اجيب سيره الدوز ببص على السينات، يبقى الاي 50 الاي دي 50 هي ايه؟ هي الدوز او الاي كونسنتريشن بتاع الدواء اللي عمل 50% من الافكت بتاعه. عايز اجيبها منين؟ هجيبها على محور السينات، هشوف نقطه على الكيرف وانزل بعمود اجيب الدوز بتاعتها. ماشي؟ تمام. اخر حاجه لا معلش مش اخر حاجه، هو احنا قلنا اربع حاجات عشان ما ننساش بقى. احنا قلنا انا بستفيد منه في اربع حاجات، قلنا حاجتين ودي لسه الثالثه، احنا لسه في الثالثه عشان ما نتوهش. طيب يبقى دي الايه؟ البوتنسي او الافيكاسي، بعرف بيه بكالكوليت حاجه اسمها بوتنسي وافيكاسي. ايه بقى بوتنسي وافيكاسي؟ تعال نشوف. نبدا بالافيكاسي. اول حاجه ايه هي الافيكاسي؟ قال لي الافيكاسي هي بص عشان بس قبل ما نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، اللهم صل على سيدنا محمد. في ديفينيشن الموضوع اللي احنا بنشرحه هو التوتوريال الثاني، فالداتا بتاعه التوتوريال موجوده وموجود فيها ديفينيشنز لكل الحاجات اللي احنا هنقولها دي، وكاتبين كل حاجه منها. وفي صفحه في الداتا بتاعه الداينامكس برضو مشروح فيها الدوز ريسبونس كيرف، فممكن تلاقي نفس العنوان بس ايه له تعريفين، هو نفس المعنى بس ممكن صيغه التعريف تختلف. فانا كتبت الاثنين معانا عشان نبقى قارينهم سوا، وايه وبص عليهم هنا بص عليهم هنا ما تتوهش. وبرده لو في جزئيه زياده في الداينامكس انا هقول عليها قبلها، انها مش موجوده في الداتا بتاعه التوتوريال بس موجوده في الداتا بتاعه الداينامكس. يعني انا حبينا نقول كل حاجه عشان ما تبقوش تايهين. ماشي؟ فالتعريف الاول ده هو اللي موجود فين؟ في الداينامكس، واللي بعده هيبقى موجود في محاضره الدكتور. طيب المحاضره قصدي انا اسفه المحاضره بتاعه التوتوريال. طيب اول حاجه نقول الافيكاسي. الافيكاسي معناها ايه؟ معناها كلمه فاعليه، يعني لها علاقه بايه؟ بالفعل، بالافكت، جايه من كلمه افكت. يبقى انا دماغي بتروح فين؟ على محور الصداد دلوقتي، انا على محور الصداد. بيقول لي هي الماكسيمال ريسبونس بروديوسد باي ذا دراج. ايه ده الاي ماكس؟ مش لسه بقول لك اعلى حاجه او اخر الدواء، او الدواء بيجيب اخره امتى، او قدره الدواء على انه يعمل اكشن. تمام؟ قدره الدواء على انه يعمل اكشن، ده الافكت، الفاعليه بتاع الدواء. يبقى الفاعليه لها علاقه بالفعل او الاكشن بتاع الدواء. تمام؟ بغض النظر بقى عن الدوز بتاعته او غيره، انا يهمني دلوقتي الاكشن اللي بيعمله الدواء. تعال نشوف التعريف الثاني. The ability of drug receptor complex ان هو produce effect. نفس المعنى. Drug receptor complex هو المقصود بيه الدراج، ما هو الدراج بيمسك في الريسبتور. هي نفس الفكره. يبقى الفكره لها علاقه بالفعل. يبقى الابيليتي اوف دراج ريسبتور كومبلكس اللي هو ايه؟ اللي هو الدواء يعني انه يعمل افكت. الافيكاسي الافكت او الماكسيمال ريسبونس بروديوسد باي ذا دراج، المقصود بيها من الاخر انك تبص على محور الصداد وتشوف الدواء بيشتغل ازاي او الاكشن بتاعه لحد فين. تمام؟ يبقى ممكن يجي التعريف ده او التعريف ده. الافيكاسي الماكسيمال ريسبونس بروديوسد باي ذا دراج، يعني الدواء ده يقدر يجيب اخره لحد فين، وكل ما كان قادر يجيب اخره اكتر، يعني يجيب اي ماكس اعلى، يبقى هو فعال اكتر.
يبقى الافكاسي بتشير للماكسيمال ريسبونس بروديوسد باي ذا دراج، او الابيليتي اوف دراج ريسبتور ان هو اصلا يبروديوس افكت، فكره الدواء قدره الدواء على انه يعمل افكت. باختصار شديد بقولها بالعربي كده في دماغي، يبقى فاعليه الدواء قدره الدواء على انه يعمل فعل، يعني يعمل افكت. يبقى كل ما يبقى انا مقصود بالافكاسي هنا ان هبص على الايماكس، كل ما الايماكس بتاع الدواء عليت يبقى هو افكتيف اكتر. تعال نبص اهو، الماكسيمال افكت بتاعي بروديوسد، الماكسيمال افكت بروديوسد اف ماكسيمال دوز از جيفن. يعني ايه؟ يعني مقصود ان انت هنا بتزود الدوز تمام يديك افكت اعلى، زي ما احنا قايلين ان كل ما مديت الدوز احسن كل ما خدت ايه افكت احسن. والكيرف عندي هو بيقول لك ايه، رسم لك الكيرف وبيقول لك وحطيت لك السهم ويقول لك الافكاسي بتزيد كل ما عليت بالايه بمحور الصادات فوق. بمعنى ان انا عندي A و B و C، تفتكر مين فيهم اللي هاي في الافكاسي، مين فيهم اللي الفعالية بتاعته اكتر، اللي عمل اكشن اعلى، اللي كان هاير في الايماكس، كل ما كان قادر يوصل لاعلى قيمة في الايماكس يعني قادر يجيب اخر واعلى من التاني يبقى ده. يعني لو افترضنا مثلا افتراضا ان انا بتكلم على دواء بتاع ضغط هايبرتينشن تمام، وكلام ده مجازي طبعا مش صح، انا عايزة دواء ضغط دواء يقلل الضغط. فلو افترضنا ان الدواء ايه ده قدر يقلل الضغط بمعدل 10 ملي متر زئبق، بينما بي ده هو ما قدرش يقلله غير بمعدل 5 بس، بينما سي قلله بمعدل 2 بس، يبقى مين فيهم كان فعال اكتر، مين فيهم هاي افكاسي هاير افكاسي، اللي كان قادر يبقى ايه يجيب اخره اعلى، اللي كان قادر يوصل يقلل الضغط بمقدار 10 اللي الاكشن بتاعه اعلى. يبقى فهمنا معنى الافكاسي في دماغي تقصد بيها الافكت، الابيليتي بتاع الدواء انه يعمل افكت، قدره الدواء على انه يعمل افكت، الماكسيمال ريسبونس برودوس باي ذا دراج، يعني احسن افكت يقدر يعمله الدواء بتساوي فعاليته. الدواء ده فعال لما يكون قادر يجيب دواء لما يكون قادر يجيب افكت اعلى تمام. وطبعا الماكسيمال افكت برودوسد ايه لو الماكسيمال دوز از جيفن، المقصود بيه هنا ان انا اوريك ان انا كل ما زودت الدوز كل ما خدت افكت احسن تمام، كل ما زودت هنا الدوز كل ما اخد افكت احسن، طبعا لحد النقطه اللي بنوصل ليها ان الدواء يجيب اخره تمام. يبقى ايه علاقه الافكت الافكاسي بالدوز؟ الدوز تزيد اخد افكاسي احسن. يبقى الافكاسي بتشير الافكت عيني على محور الصادات، عشان لما يجي السؤال اعرف اعرف، يقول لي مثلا الدواء الافكتيف مين، اما يسالني ايه بي سي مين فيهم الاعلى فعاليه، مين فيهم الافكاسي اكتر، خلاص افكاسي يعني افكت يعني اي ماكس، يبقى عيني على محور الصادات، مين فيهم اللي الاي ماكس بتاعته اعلى، مين فيهم قدر يجيب اخره احسن، مين فيهم قدر يعمل اكشن احسن، دور على كده، مالكش دعوه بقى بالدوز. تعالى بقى نبص على الناحيه الثانيه البوتنسي. يبقى انا دلوقتي استفدت من الكيرف، حكمت على الافكاسي بتاع الدواء وقارنت الادويه من ناحيه مين فيهم فعال اكتر، مين فيهم يعرف يعمل اكشن احسن. البوتنسي يعني ايه؟ يعني القوه. تعالى كده اقول لك مثال قبل ما نتكلم عن معناه. انت لو عندك دواء في البيت بتاع صداع تمام، او فبيبقى عندنا في البيت احنا مسكنات، انت عارف ان المسكن ده مثلا مسكن ايه قوي، حتى انت بتقولها ايه قوي او شديد، حبايه منه الصداع يمشي على طول. عارف انت ان عندك مسكن تاني نص نص، انت اصلا بتاخد حبايتين من الاول عشان انت عارف ان مش هيمشي الصداع غير بحبايتين. هو ده بالظبط تعريف البوتنسي. البوتنسي يعني قوه، يعني قدره الدواء انه يعمل الاكشن بدوز اقل. يبقى كل ما كان الدواء، ما قلت انا قلت انت قلتها بنفسك، الدواء اللي اخد منه خد حبايه واحده دواء جديد، حبايه واحده تخلص لك الدنيا، بالظبط كده. كل ما كان الدواء قادر يعمل اكشن بدوز اقل كل ما كان قوي. يبقى البوتنسي بيقول لي ان هي ايه ميجر هاو ماتش دراج از ريكوايرد تو اليسيت ريسبونس، انه يعمل ريسبونس. يبقى هاو ماتش مقصود بيها دوز، يبقى انا هنا في البوتنسي بدور على الدوز، في الافكاسي دورت على الافكت، عشان كده قلت لك انك بتدور على الاي دي 50، وهنشوف دلوقتي هنطلعها ازاي. يبقى البوتنسي معناها ان هي قياس لكمية الدواء اللي تعمل ريسبونس، كل ما كان الدواء يعمل الاكشن بدوز اقل كل ما كان يبقى قوي. ده التعريف اللي موجود برضو. التعريف التاني اللي موجود في داتا بتاع توتوريال نفس الفكرة، الدراج كونسنتريشن او الدوز اللي محتاجها عشان اعمل افكت معين. يبقى هنا دوز هنا افكت، يبقى افكاسي قدرة الدواء انه يعمل الاكشن بتاعه، كل ما كان الدواء قادر يعمل ماكسيمال ريسبونس احسن او ماكسيمال افكت احسن كل ما كان هو افكتيف اكتر. البوتنسي هي بقيس بيها كميه الدواء او دراج كونسنتريشن ايا كان في الاثنين واحده اللي محتاج اعمل بيها افكت او ريسبونس. يبقى هنا بدور على كميه، هنا بدور على افكت. طيب بيقول لي بقى كل ما كانت الدوز قليله سمولر اي دي 50 كل ما كان البوتنسي احسن. ازاي؟ طبعا مش انا قلت لك ان انا يعني شايف السهم هنا ماشي بالعكس ازاي، مين فيهم اقوى A ولا B ولا C ولا D؟ ايه احتجت منه دوز، شايف الدوز اللي احتجتها من ايه، 1 ملي، او هو بغض النظر عن الـ الوحده اللي مكتوبه نفتكر نعتبر انها ملي وخلاص، 1 ملي
عمل عندي افكت، يعني الايه انا دلوقتي جيت على نقطه ثابته فيهم كلهم اللي هي ايه، عملوا كلهم 50% من الافكت بتاعه A B C D. انا جيت على نقطه عند الكيرف ده ايه، عامل نص كفاءته وبي نص كفاءته وسي نص كفاءته ودي نص كفاءته، وجبت الاي دي بقى بتاع كل واحده منهم، يعني كل دواء من دول دلوقتي شغال ب 50% من الاكشن بتاعه. تعالى بقى نشوف مين فيهم الاقوى. ايه عمل 50% بواحد بس، بي عمل يعني ما بين 1 و10 تقريبا بخمسه، سي عمل باكتر من 10 انما، ودي عمل بايه بتقريبا قرب ال100. يبقى مين فيهم الاقوى؟ ايه اللي عمل نفس الافكت اللي هو 50% من الافكت بتاعه، وصل ل 50% من الافكت بدوز قليله جدا، بينما الباقيين ايه احتاجوا دوز اكبر، يبقى هو الاقوى. يبقى القوه مرتبطه بالدوز والفاعليه مرتبطه بالافكت. تاني قولها تاني بتالت وعشرة عشان عايزك تطلع من السلايد دي كلها بالكلمتين دول بس، انك لما اجي اقول لك مين فيهم الافكتيف عينك على الافكت على محور الصادات، اما اجي اقول لك مين فيهم البوتنسي عينك على ايه على محور السينات، اجيب الاي دي 50 وابص اشوف مين فيهم اللي عمل 50% من الاكشن بتاعه بايه بدوز اقل. وشايف الكيرف انا جايب لك الاسهم دي عشان تبص وتفتكر كده كويس، الافكاسي بتتناسب ايه لفوق او ماشيه معاك لفوق، كل ما عليت كل ما كنت افكتيف، انما البوتنسي سهمها ماشي بالعكس، كل ما دخلت لجوه على محور السينات. احنا خلاص اتفقنا البوتنسي اصلا مدار على السينات ماليش دعوه بالصادات، وكذلك الافكاسي مدار على الصادات ماليش دعوه بالسينات. يبقى كل ما الصادات عالي كل ما انت افكتيف احسن او افكتيف اكتر، كل ما كان السينات ماشي معاك لجوه ماشي بالعكس كل ما انت كل بوتنت كنت بوتنت اكتر. لما اجيب لك كذا دواء تعرف مين فيهم القوي اكتر بان مين فيهم اللي داخل جوه الكيرف بتاعه داخل جوه اكتر، مين فيهم اللي الاي دي 50 بتاعته اصغر. بحكم بالاي دي 50 ليه؟ هي نقطه واضحه على الكيرف، بجيب ال 50% من الاكشن وانزل بعمود شايف النقطه بتبقى واضحه عشان ما ايه، ونقطه متفق عليها وثابته. ما اجيب الاي دي 50 واشوف، يبقى ذا سمولر دي برده ممكن تجيلي صح وغلط، ذا سمولر اي دي او اي سي 50 اللي هو كل ما كانت الايه الدوز اللي بيعمل بيها الدواء 50% من الاكشن بتاعه صغيره، قادر يعمل 50% بدوز صغيره يبقى هو قوي، قادر يعمل اكشن بدوز صغيره قوي. دواء افتكر دايما دواء الصداع اللي انت بتاخد منه حبايتين عشان هو ضعيف، لكن الدواء اللي تاخد منه حبايه يعني دوز اقل قوي، وانت عارف ان هو مسكن شديد وكويس. خلاص كده خدنا هنا الحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه بقى، الثالثه من ايه من اهميه الكيرف. احنا عرفنا تاني، نرجع تاني للسلايد الثانيه عشان نفتكر احنا خدنا فيها ايه. خدنا فيها اول حاجه الاهميه، احنا دلوقتي بنتكلم على ايه اهميه الكيرف. حسبنا الاي مينيمال والاي ماكس والاي 50 وعرفنا بنجيبهم ازاي، وقلت لك الاي ماكس الماكسيمال افكت وهي اعلى نقطه على محور الصادات، واتكلمنا على الدوزز اللي بتعمل كل واحده فيهم، وقلنا بنجيب نقطه وننزل عمود تمام، واتفقنا ان الاي دي 50 اللي هي الدوز اللي ايه اللي هي بتعمل 50% من الاكشن وبجيبها من على محور السينات، الدوز على محور السينات. وحسبنا واتكلمنا على البوتنسي والافيكاسي، البوتنسي كانت ايه، البوتنسي كانت قوه، يبقى او خلينا نبدا الاول بالافكاسي عشان نتصور الاول، الافكاسي كانت فعل تمام، انما البوتنسي كانت ايه قد قوه. طيب الافكاسي بقى ما دام فعل يبقى افكت، يبقى بص على محور اللهم صل وسلم على محور الصادات تمام، انما البوتنسي هي ايه هي جرعه، يبقى بص على محور السينات. السينات كل ما عليت كل ما كنت افكتيف اكتر، كل ما دخلت لجوه يعني دوز اقل كل ما كنت بوتنت اكتر تمام. نبص برده نبقى هضمين التعريف كويس عشان ممكن يجي لي ام سي كيو زي ما اتفقنا، ابقى عارف ما يقول لي ماكسيمال افكت عشان برضو من لغبطش دي في دي تمام. يعني الماكسيمال افكت او ماكسيمال افكت بروديوس باي ذا دراج، وكمل لك التعريف هو يقصد ايه الاي ماكس تمام، انما الافكاسي غالبا هي الدكتوره ممكن تجيب التعريف ده على اساس هو اللي مكتوب في التوتوريال، يعني ان هو الايه الابيليتي اوف دراج ريسبتور كومبلكس ان هو يعمل افكت. هو التعريفين مش متعارضين مع بعض يعني نفس المعنى، بس ايه بس عشان ما تدخلش الماكسيمال وكده، فايه الابيليتي اوف دراج انه يعمل افكت تمام، الافكت اللي بيعمله الدواء. يبقى انا بتكلم على ايه على الافكسي، كل ما كان الدواء بيعمل ماكسيمال افكت احسن كل ما كان فعال اكتر تمام. اما اجيب لك سيره الدوز في التعريف يبقى انا اقصد بيها ايه، اقصد بيها القوه. وصلت كده؟ طيب احنا كده خلصنا. تعالى بقى هنا سؤال، ده سؤال برضو مكتوب في الداتا بتاع الدكتوره كده نحكم بيه على نفسنا فهمنا ولا ما فهمناش. بيقول لك مين فيهم البوتنت وليه؟ تعالى نفكر، هو جايب لك كيرف احمر وكيرف اسود، مين فيهم البوتنت اكتر؟ تعالى نبص، احنا دلوقتي هنبص على كيرفين، اتفقنا اننا بنجيب ايه بنجيب الاي 50 ونشوف تقريبا هو اصلا كاتب لك ان دي الاي سي 50 بتاعته، الاي سي او الاي دي 50 بتاعته اهي ودي بتاعته اهي، هو كاتبها لك نفسه ومطلع لك من على الكيرف، دي هنا ودي هنا. احنا خلاص اتفقنا اصلا انا بدور على 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 بوتنس، يعني انا بدور على دوز، يبقى انا على محور السينات. الغي بقى الصادات خالص،
وبص على السناب، احنا اتفقنا ان ايه، ان البوتنسي ماشيه بالعكس، كل ما كانت الجرعه اقل، كل ما خدت حبايه واحده من دواء المسكن كل ما كان شديد، يبقى اللي الدوز بتاعته اقل يبقى هو الاقوى، يبقى مين البوتنت؟ الريد الاحمر هو البوتنت، عشان ايه؟ احتاجت منه جرعه اقل من التاني، والجرعه تتناسب عكسيا دايما مع ايه، مع القوه، كل ما كانت اصغر في الجرعه كل ما كنت بوتنت اكتر. تمام. طيب الحته الجايه بقى ديت الايه، الفايده الرابعه، احنا هنقراها بس ملناش دعوه بيها دلوقتي. هو بيقول لك ايه، هو يسفل عشان اعرف الماين، يعني احدد الطيب بتاع البلوكر او الانتاجونست هو كومبيتيتيف ولا نون كومبيتيتيف. بسم الله الرحمن الرحيم، كده ايه انت بتقولي ده اصلا، وايه الانتاجونست وايه الكومبيتيتيف وايه النون كومبيتيتيف، سواء كنت اخدتها قبل كده ولا ما خدتهاش، احنا هنقول تاني من الاول عشان هي اصلا ايه الدكتوره كاتباها بالتفصيل تاني. طيب الاول كده احنا عندنا نقول ايه هي انواع الدواء اصلا عندي، بتنقسم في طريقه شغلها ازاي، بيشتغلوا ازاي. قال لي عندي حاجه اسمها اجونست، وحاجه اسمها انتاجونست، وحاجه اسمها بارشيال اجونست، وحاجه اسمها انفيرس اجونست. الانواع الاساسيين اصلا بتاعي اول هو الاجونست والانتاجونست ده. طيب سيبك بقى من انواع الانتاجونست دلوقتي، وخلينا نفسرهم هما، وبعدين هنرجع تاني لموضوع الانتاجونست ده ونستخدم الكيرف عشان نفرق ما بينهم. طيب كلمه اجونست، احنا اتفقنا اجونست ده يعني ايه، يعني دواء، هو اصلا الدواء بيشتغل ازاي، الدواء بيروح يمسك في ريسبتور ويعمل اكشن. تمام، هو ده الاجونست، الاجونست ده بيروح يمسك في ريسبتور ويعمل اكشن. تمام، الانتاجونست يروح يمسك في ريسبتور ويمنع الاكشن، البارشيال اجونست يروح يمسك في الريسبتور بس ساعات يمنع وساعات يشتغل، يعني ايه معاهم عليهم عليهم كده، تحس انه ملوش شخصيه. تمام، الانفيرس يروح يمسك في الريسبتور برضو، تمام، بس يعمل عكس الاكشن، مش يقفله، يعمل عكسه. تمام، يعني مجازا انا بقى بمسك في الريسبتور ده عشان اوطي الضغط، انا اروح امسك وعليه، مش بس عشان امنعك توطيه، لا ده انا اروح امسك وعليه. تمام، يبقى كده هم الاربعه اشتركوا في حاجه واحده. تمام، عشان مثلا اشتركوا في ايه، في ان هم كلهم مسكوا في الريسبتور، كلهم عايزين يمسكوا في الريسبتور، يعني كلهم بيمسكوا بغض النظر هم يعملوا ايه، كلهم بيمسكوا. تمام، طيب مين فيهم بيشتغل ومين فيهم ما بيشتغلش، مين فيهم يعني بيخلي الخلية تشتغل ومين فيهم بيقفل؟ الاجونست بيعمل افكت بيخليها تشتغل، الانتاجونست لا ده بيمنع الافكت اصلا، البارشيال من ده ومن ده، ساعات يعمل وساعات يمنع، الانفيرس ايه، بيعمل بس بيعمل عكس. تمام، طيب احنا عشان يعني نقول الديفينيشنز بتاع كل واحده منهم، احنا هنغير الكلام اللي احنا قلناه بالعربي ده الكلام بالانجليزي، مش انا قلت لك ان هم كلهم مشتركين في حاجه، كلهم بيروحوا يمسكوا، كلهم بيحبوا يمسكوا في ريسبتور، انا هشيل كلمه يحبوا يمسكوا دي واحط كلمه افينيتي. تمام، هنقول تعريفها اهو، افينيتي يعني افينيتي اصلا معنى كلمه شراهه او كده، يعني كلهم نفسهم يمسكوا في ريسبتور، كلهم عايزين الريسبتور بغض النظر هم يعملوا ايه، هم كلهم اتفقوا في انهم كلهم عايزين الريسبتور، يبقى كلهم افينيتي لان هم يمسكوا في الريسبتور، عندهم شراهه ان هم يمسكوا الريسبتور. طيب مين فيهم بيعمل ومين فيهم ما بيعملش، الاجونست بيعمل، البارشيال ساعات، الانتاجونست ما بيعملش، ده بيمنع الافكت، ده بيعمل عكس الافكت. كلمه افكت احنا لسه قايلين فوق بقى عملنا ساعه بنقول فيها بقى عيب هتزعلوني، كلمه افكت بنشيلها ونحط ايه، اوعوا ما تقولوش، نقول افكاسي، ما احنا قلت لك الافكاسي هو الافكت، قدره الدواء انه يعمل افكت، والماكسيمال افكت اللي بيعمله الدواء يبقى هو افكتيف اكتر، وقعدنا نقول فيها سنه، يبقى وشلت كلمه افكت هحط كلمه افكاسي مكانها، يبقى مين فيهم عنده اعلى افكاسي، الاجونست ده نص نص، عنده افكاسي نص نص، ده ما عندوش اصلا، ده ما بيعملش افكت، ده بيروح يمسح يقفل الافكت، ده بيعمل عكس الافكت. وصلت كده؟ تعال نشوف التعريفات الاول، نشوف الصور قبل ما نشوف التعريفات. بص شايف الصوره دي بتوضح لك معنى اصلا الدواء عندي ايه، قال اجونست دواء بيروح يمسك في الخليه يخليها تشتغل، ده اسمه فول اجونست. تمام، فول اكتيفيشن للخليه، راجل واضح وصريح راح مسك في الخليه شغال، ده انتاجونست راح قفل الخليه قطع ميه ونور ما خلاهاش تشتغل. تمام، ده واحد واحد، شايف نص ونص، نص يقفل نص ما يقفلش، شغال كده على الجنبين ساعات وساعات. تمام، هنا هنتكلم هنا على انواع الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف، هنا الخليه هو برضو نفس الفكره، الدواء ازاي بيمسك في الدواء، مسك في خليه في الريسبتور بتاعه وخلى الخليه تشتغل، ده اجونست، ده انتاجونست بنوعيه زي ما هنقول، جه مسك في الخليه منع شغلها. تمام، زي ده كده، فانا كده قصدي من الصوره دي اخليك تتصور الدواء بتاعي بيشتغل ازاي، دواء بيمسك يشتغل، ده اجونست عمل افكت واشتغل، ده منع الافكت ما اشتغلش، ده شغال كده وكده. تعالى بقى نطلع الديفينيشنز اللي احنا قلناها. بسم الله، اول حاجه قلناها الافينيتي، مش انا قلت لك يعني ان هم يحبوا يمسكوا في الريسبتور، دي اسمها افينيتي، جايه من كلمه شراهه، عندهم شراهه للريسبتور، وذا ابيليتي اوف دراج انه يمسك فين،
في الريسبتور، واتفقنا ان كل انواع الدراج مشتركين في كده، هما بيحبوا يمسكوا في الريسبتور بغض النظر بقى واحد هيعطله واحد هيشغله، هما بيحبوا يمسكوا في الريسبتور. ما هو لما مش بيحبوا انا ادخلهم الجسم يعملوا ايه؟ ما هو انا مدخلهم اصلا يمسكوا فيه، سواء هيقفلوا سواء هيشغلوا لازم يمسكوا. فالافينيتي لما يجي يقول لي مثلا ام سي كيو ويقول لي ذا ابيليتي اوف دراج تو باين انه يمسك في الريسبتور، افتكر دايما افينيتي شراها، يعني الدراج نفسه في الريسبتور، نفسه يمسك في الريسبتور. تمام، يبقى ability او قدره الدراج انه يمسك في الريسبتور، ماشي، دي الافينيتي. طب تعالى بقى نعرف الاجونست. الاجونست الدواء، الاجونست الاول، الاجونست دواء عنده ايه؟ عنده افينيتي، احنا اتفقنا ان كلهم عندهم افينيتي خلاص خلصانه. تمام، عنده هاي افكسي طبعا، مش انا قلت لك ان افكسي يعني فاعل، مين بيشتغل؟ الاجونست اللي بيشتغل، مين بيمنع؟ الانتاجونست. يبقى دلوقتي الاجونست ايه؟ عنده افينيتي زيهم كلهم، عنده افكسي، ماشي. وفي حاجه بقى اسمها ديسوسيشن، ديسوسيشن ريت، يعني ايه اسوسيشن؟ يعني ارتباط، ديسوسيشن يعني انفصال، يعني الاجونست عنده رابيد اسوسيشن ديسوسيشن، يعني بيمسك في الريسبتور يعمل الاكشن ويسيبه ويقوم. تمام، رابيد بسرعه. تمام، هتبان اكتر في المعنى اللي قبله ويز اس ريسبتور. تمام، يبقى كده انا جبت الكومبوننت بتاع التعريف من دماغي، مش محتاج احفظ، كلهم بيحبوا يمسكوا يبقى كلهم عندهم افينيتي، يبقى خلاص طبيعي في الاول، اول حته في تعريفهم كلهم هقول ايه؟ عنده افينيتي. طب مين بيعمل افكت ومين ما بيعملش؟ الاجونست بيعمل افكت، الانتاجونست بيمنعه، يبقى الاجونست عنده هاي افيكاسي، افيكاسي يعني افكت. طيب مين فيهم سريع وبيخلص الاكشن بتاعه؟ اللي هو مين؟ الاجونست. ليه؟ عشان هبان دلوقتي في الانتاجونست. الانتاجونست بيقول لي ان هو عباره عن ايه؟ بيقول لي عباره عن ايه؟ ليجند هافينج افينيتي، طبعا يعني هو ماده برده هتمسك عندها افينيتي، كلهم عندهم افينيتي بط نو افيكاسي، ما عندوش، ما هو ما بيعمل ده، بيروح يقفل الاكشن، يبقى ما ينفعش، هو ما بيعملش اكشن اصلا. اند ايه؟ سلولي اسوشيشن ديسوشيشن فروم ذا ريسبتور، انا قلتها الاول عشان لما نحط نقول حتى المثال عشان تفهمها. الانتاجونست فكرته ان هو ايه؟ رخم، دايما الانتاجونست ماده رخمه داخله تقفل الاكشن، فبيقعد لازق في الريسبتور فتره طويله عشان يقفل، لكن ده بيعمل الاكشن بتاعه ويخلص ويقوم. تمام، فده بيمسك يعني بيمسك الريسبتور ويسيبه ويعمل الاكشن بتاعه ويخلص، لكن ده اصلا رايح يقفل الخليه، يقفل الريسبتور، فبيمسك زي العلقه. حتى في نوع اسمه الريفيرسيبل، يعني الانتاجونست بينقسم لنوع ريفيرسيبل ونوع الريفيرسيبل. الريفيرسيبل يعني بيمسك ماشي فتره طويله بس بيسيبه. في نوع تاني الريفيرسيبل عامل زي اللزقه الامريكاني زي ما بيقولوا كده، ما بيسيبش الريسبتور الا ما الريسبتور يتكسر ويموت خلاص، بيفضل ماسك فيه. فالانتاجونست لانه وظيفته انه يقفل الريسبتور بيبقى بطيء، بيمسك فيه ويقعد ويمسك فيه فتره طويله عشان هو اصلا هدفه انه يقفله، لكن ده لا، بيمسك في الريسبتور ويعمل الاكشن بتاعه ويقوم. فدي فكره الرابد والسلو. تمام، ده زي مين؟ اشهر اجونست الادرينالين، اشهر سمباثيك اجونست. تمام، الادرينالين اللي احنا بنسمع عن اسمه على طول، مشهور ده من عندي في الجسم بقى، احنا خدنا او هناخد بقى ان شاء الله في الاوتونوميك حاجه اسمها سمباثيك وحاجه اسمها بارا سمباثيك، اللي هو الجهاز السمباثاوي والجهاز البارا سمباثاوي. الجهاز السمباثاوي ده الجهاز اللي بيخليك دايما ايه مشعل كده وانت بتتخانق، والجهاز البارا سمباثاوي ده اللي بيبقى شغال وانت هادي كده زي ما احنا قاعدين بنتكلم بالراحه. فالادرينالين ده بيشتغل على السمباثيك، اشهر اجونست يشتغل على ايه؟ على السمباثيك، بيروح يمسك في الريسبتور بتاع السمباثيك ويشغله، عشان كده دايما الادرينالين ايه جاي من التوتر والقلق والخوف وكده. تمام، الانتاجونست زي مين؟ زي الاتروبين. الاتروبين ده عكس الادرينالين بالظبط. تمام، يعني لا معلش مش عكس الادرينالين، الاتروبين ده بلوكر للباراسمباثيك، انا اسف، الادرينالين ده بيشغل السمباثيك، الاتروبين ده بيقفل الباراسمباثيك، يعني اكيد يكون مشابه، يعني ايه؟ هيقفل البارا، ده بيشغل السمباثيك، ده هيقفل البارا، يعني هيقفل البارا ويخلي السمباثيك يشتغل برده، نفس الفكره. يبقى ده بيقفل الباراسمباثيك. تمام، اشهر بلوكر للباراسمباثيك، يقفله خالص، يروح يمسك في الريسبتور يقفله. تمام، يبقى دي الناس الواضحه، الاجونست والانتاجونست. قبل ما نخش بقى في البارشل ونتلخبط، يبقى كل عنده الاثنين عنده افينيتي عشان الاثنين بيحبوا الريسبتور، لكن ده يعمل اكشن، لكن ده ما يعملش، ده اصلا بيقفل. تمام، ده رابد بيخلص الشغل بتاعه ويقوم، لكن ده غلس رايح يقفل الريسبتور فبيقعد بطيء، سلولي اسوشيشن ديسوشيشن من الريسبتور. ده مين؟ ادرينالين وده اتروبين. تعالى بقى في البارشل، البارشل لازم قلت لك معاهم دراج عنده افينيتي خلاص، ما احنا متفقين كلهم عندهم افينيتي. ويك افيكاسي، ما هو طبعا مش زي ده، قلت لك هو بارشل، في شويه وشويه، في جزء منه يقدر يشتغل وفي جزء لا، يعني تمام، فعنده افكت بس ويك. تمام، ومدره اسوشيشن ديسوشيشن هو في النص، يعني مش زي ده رابد بس برضو مش زي ده بطيء، ما بينهم الاثنين، تعريفه بالظبط ما بينهم الاثنين. تمام، الافكت بتاعه اقل من الفول اجونست، هو ايه؟ ات هاز ساتوريتد ذا ريسبتور، يعني لما الاجونست اللي هو الفول اجونست ده يبقى شغال وعمال الريسبتور بتاعته كلها، ده بيعمل افكت اعلى منه، ما هو طبيعي ده اجنس وده بارشيال، لازم ده يعمل افكت اعلى من ده، فبيقول لي ان هو الافكت بتاعه اصغر من الافكت بتاع الفول اجنس لما ايه؟ لما يشتغل على الريسبتور بتاعته كلها، ده طبيعي، يعني ما جبتش حاجه جديده، ما انا قلت لك ان هو بارشيال، ما هو عشان بارشيال لازم الافكت بتاعه يبقى اقل.
ماشي. بيقول لي بقى دي نقطة عشان ما نتوهش فيها، بيأكت ايه، بيقول لي بيأكت حصل ده، بيقول لي ان هو بيأكت as antagonist ماشي. بتاع ده هي مش ردت تيجي عليه، معلش تخيلوا بقى ان احنا ايه مشاورين عليه عشان هي مش ردت تيجي عليه. بيأكت as antagonist تمام لوحده، انت ماشي بيأكت از اجنست هو شغال لوحده ماشي خلاص، هو شغال اجنست لوحده. لو الفول اجنست موجود هيشتغل كانتاجونست تمام. تهنا هو دلوقتي بارشال اجنست بيشتغل على الوشين، ساعات يشغل الريسبتور وساعات يقفله. والله انت لو اديته لوحده بيشغل الريسبتور، طب لو اديته والفول اجنست موجود، يعني الفول اجنست اللي بيشتغل نفس الريسبتور، انا مثلا عندي A و B، المادتين دول بيشتغلوا على نفس الريسبتور، ايه ده فول اجونست واضح بيشتغل على طول اجونست، بي ده نص ونص، اديت بالوحده هيشغل الريسبتور، اديته مع ايه هيقفل الريسبتور. هو كده لما بيلاقي الفول اجونست يروح قافل الريسبتور يشتغل كبلوكر تمام. اداني مثال اللي هو مين النالروفين. النالروفين ده دواء من عيله المورفين تمام، العيله بتاع المورفين اللي هي سموها اوبييت تمام، او الافيون تمام. حتى النالروفين ده كانوا بيقولوا لنا ان هو بيستخدم احيانا لتشخيص الشخص ده يعني بيتعاطى مورفين ولا لا. ليه؟ المورفين ده بيشتغل على ريسبتور، فالمورفين ده هو الفول اجونست، النالروفين ده هو البارشيال. والله قال لك انت لو جسمك فيه مورفين تمام، ما انت عندك الاجونست واديتك حاجه بارشيال، البارشيال هتعمل بلوكر تمام، هتقفل الريسبتور. فايه هتقفل الايه الريسبتور، فكده المورفين اللي في جسمك مش يعني مش هيشتغل تمام. يبقى انت ويبقى انت هيظهر عليك اعراض انسحابيه، انت مش واخد الجرعه بتاعتك، او انا بقفل الجرعه اللي في جسمك على انها تشتغل فيظهر عليك اعراض انسحابيه. بينما انت لو راجل مش مدمن ولا حاجه هيشتغل عليك كاجونست تمام، يبقى انت هو هيشتغل كاجونست هيخليك ايه يظهر عليك الاعراض بتاع المورفين نفسها ايه تنصتل يعني، او بمعنى اصح مش تنصتل يعني، ده مجازا طبعا، اللي بيظهر عليها اعراض تانية زي مثلا عينه تضيق وكده، حدقه العين تضيق، بس انا ايه بقولها عشان تفتكروها يعني، مش مقصود مش مطالبين بيها تمام. فيعني الفكره يعني ايه عايزه اوصل لك ان الماده لما تديها لوحدها تشتغل على الريسبتور، يعني النالوروفين ده لما تديه لوحده هيشتغل على الريسبتور ويخليك ايه كانك واخد مورفين ويظهر عليك اعراض المورفين. طب انا وديته لك وانت جسمك فيه مورفين، لا ده هيقفل ويخلي المورفين ما يشتغلش فيظهر عليك اعراض انسحابيه، كانك مدمن وتاخرت على الجرعه بتاعته تمام. مش مطلوب منك حكايه ان النالروفين دي انا بقولها بس عشان تفتكر بيها يعني اتوصل بيها المعنى تمام. يبقى البارشيال اجونست بتاعي هو ايه، هو دواء ما بين البنين كلهم عندهم افينيتي دي خلصانين منها. طب الافكاسي ده ما عندوش خالص وده عنده، هو في وسطهم فهو ويك، ده رابد وده سلو فهو ايه مودريت تمام، ده بيعمل افكت اقل من الافكت بتاع ده بس بيعمل افكت في النهايه يعني تمام. بيشتغل امتى اجونست وهو لوحده، طب اديته مع الفول اجونست لا يشتغل لك كانتاجونست ماشي، زي مين زي النالروفين بتاع ايه اللي شبه الادمان والمورفين وكده. طيب الانفيرس اجونست ده اخر واحد فيهم بقى ويعتبر مفيش كلام قوي، هو اجونست لما بتمسكه في الريسبتور بيعمل عكس النورمال، حاجه اسمها بيتا كربولين تمام، هو يعني اقلهم اهميه بصراحه يعني حتى مش بيقابلنا ادويه قوي من النوع ده كتير. يبقى الانفيرس من اسمه بيعمل عكس النورمال، انا بحطه عشان الريسبتور الاجونست بيعمل الدواء ده، انا لما اديه يعمل عكسه، ده بيقفل يعني ده بيمنع ان ده يشتغل، لكن ده بيعمل عكس اللي ده بيعمله. وصلت؟ يبقى كده احنا فهمنا من التعريفات دي كلها، فاهمينها ونبقى عارفين برضو عشان ممكن يجي لي ايه في الام سي كيو. يبقى الافينيتي الدواء عايز يمسك في الريسبتور، قدره الدواء ان يمسك في الريسبتور تمام، كلهم عندهم افينيتي عشان كلهم اصلا رايحين يمسكوا في الريسبتور، لكن ده عنده افينيتي والفيكس بيشتغل، ده ما بيشتغلش، ده مودريت ما بين ده وده، ده بيخلص شغله يمشي بسرعه رابد، ده بطيء ورخم وبيفضل ماسك فيه عشان يقفله فاسلولي، ده في النص ما بين البنين مودريت والافكت بتاعه اقل من ده. طيب ده بيمسك ويعمل عكس في لوحده في دنيته لوحده ده تمام، ده زي الادرينالين ده زي الاتروبين ده زي مين النالروفين، وقلنا معلومه مهمه عنه البارشيال اجونست بشكل عام يشتغل كاجونست وهو لوحده، حطيته مع الفول اجونست يشتغل كانتاجونست تمام. والانفيرس اجونست مين زي البيتا كربولين وده زي النالروفين. طيب نرجع تاني قبل دي نرجع بقى تاني لموضوعنا، معلش انا عماله نططكم ما بين السلايدز بس عشان نمشي نجمع ما بين الداتا زي ما قلت لكم، نجمع ما بين دي ودي عشان ما نوقعش حاجه. الجزء الجاي ده هو بالظبط بقى، احنا كده خلصنا الكلام الموجود في التوتوريال، الجزء اللي جاي ده اللي فاضل موجود في الايه في المحاضره بتاعه الداينامكس
اللي هي في الداتا بتاع الداينامكس نفسها، يعني في الفارماكو داينامكس، تمام، البي دي اف التاني مش البي دي اف بتاع التوتوريال، اللي هو الجزء اللي بيخ... اللي, بي... اللي بستفيد بيه بالكيرف منه في ان افرق ما بين انواع الانتاجونست. ايه ده انت والانتاجونست في منه انواع؟ احنا خلاص عرفنا ان في عندي اجونست وانتاجونست وبارشال اجونست وايه وانفيرس اجونست. الانتاجونست ده في منه نوع اسمه كومبيتيتيف ونوع اسمه نون كومبيتيتيف. تعالى بقى نقول اسم كومبيتيتيف جاي كده، كومبيتيشن يعني منافسه، كومبيتيتيف يعني ايه؟ في تنافس، نون يعني مفيش تنافس. انا دايما بحب اشبههم بايه؟ باتنين شخصين. احنا دلوقتي عندنا الانتاجونست ده شخص انا جبته، تمام، قلت له ادخل امنعني امنع لي الماده انها تشتغل، ادخل اقفل لي الريسبتور ده وامنع الخليه انها تشتغل، تمام. واحد منهم كومبيتيتيف، عارف من اسمه، تنافسي خنائي عصبي، بيخش على طول على الريسبتور ويروح ماسك فيه وقافله قدام الناس كلها ولا يهموش، تمام. تيجي الماده اللي هتشتغل تلاقيه ماسك فيه، فيبتدوا يتخانقوا سوا، قوم مش قايم، فيقوم ماسكين في خناقه. جت من هنا كلمه كومبيتيتيف. انما كلمه النون كومبيتيتيف نوع تاني بقى، من نوع الناس اللي هي الايه الخبيثه. قلت له روح اقفل، قال لي ماشي، قام رايح الخليه ورايح قافلها من حته تانية غير اللي فيها الريسبتور وساب الريسبتور فاضي. تعال نشوف الصوره عشان تبقى باينه، الصوره الجايه دي هتبين لنا اكتر اللي كنا بنتكلم عنه اهو. شايف نوع كومبيتيتيف؟ الكومبيتيتيف اللي بيحب الخناق، راح اللي هو بقى نفسي كده، راح مسك في الريسبتور قدام الناس كلها، جت الماده اللي هي الخضراء اللي المفروض هتمسك اصلا، انت ماسك مكاني ليه؟ مش هقوم مش قايم، او ماسكين وضربين في خناقه بقى وضربين بعض وكده، فبقى اسمه كومبيتيتيف. انما النوع النون ده شايف مسك فين؟ راح مسك في حته ورا خالص وساب الريسبتور براحته، بس قفل الخليه. حتى بيقول لك انه السبستانس ما تقدرش كان بايند، بس ايه، بس الرياكشن بلوك، يعني هي هتمسك مش عارفه تشتغل، تمام. فبتروح تمسك ورا وتمنع شغل الخليه كلها من غير ما حد يكلمها ولا حد يشوفها اصلا. عشان كده بقولك ان هو خبيث، عمل اللي هو عايزه من غير ولا خناقه. طيب قوانين الخناقات دايما، احنا عندنا قانون ثابت للخناقه بيقولك الكتره تغلب الشجاعه. يعني ايه؟ يعني اللي اتخانق ده دلوقتي هما واحد لواحد، تمام. لو ده راح جاب اخواته واهله ونده وجه، هيتكتروا عليه وهيضربوه وهيعدموه ضربه وقاموه مكانه ويرموه ويشتغلوا هما عادي. يبقى الفكره ان لو تركيز الماده اللي هي ده زاد عندي هيقوموه، لو هو تركزه على منها هيفضل صامد لحد ما تركيزها يعلى عنه تقومه وتمشيه. انما ده ولا حتى لو هو لوحده، دول جابوا العيله وعيله العيله عشان يصلحوا المشكله، ولا هيتهد، هم اصلا مش شايفينه، هو شغال لوحده ماسك في حته تانية، حد يقدر يجي يقومه؟ انت مش قاعد، انا مش قاعد في مكانكم. فعشان كده هنا مفيش خناقه ولا قطره ولا شجاعه، ده كده كده هيكسب في الاخر، تمام. انما ده قطره تغلب الشجاعه، على حسب بقى هو اللي اكتر ولا ده اللي اكتر، تمام. نفتكرها دايما عشان دي اللي هتخلينا نحل ايه الحته الجايه كلها ونخلصها. يبقى ده قانون كومبيتيتيف، يبقى قانون خناقات الكتره تغلب الشجاعه. انما ده ايه؟ نون كومبيتيتيف، قاعد لوحده الخبيث، قاعد ورا ولا حد شايفه ولا اي حاجه، مهما نجوهم وكتروا ولا حد يقدر يقومه من مكانه. طيب تعالى بقى نشوف هستفيد من الكيرف منين ان انا اعرف ده. انا دلوقتي عندي مادتين، واحده منهم انا عارف ان الاثنين انتاجونست، واحده منهم كومبيتيتيف وواحده منهم نون كومبيتيتيف. انا عايز اعرف مين فيهم الكومبيتيتيف ومين فيهم النون كومبيتيتيف. قلت لك طب بص، الماده الخضراء دي هي ايه؟ هي الاجونست، والماده دي ودي هما الانتاجونست، تمام. انا دلوقتي هجيب الاول العيان بتاعي اللي هجرب عليه، اروح مديله الماده الخضراء دي، ماشي، اللي هي الايه الاجونست، واشوفها هتشتغل ازاي، وارسم لها الكيرف بتاعها. ده الكيرف الطبيعي، ماده مسكت في ريسبتور عملت اكشن، فضلت ازود بالدوز بالتدريج لحد ما شفت الماكسيمال اكشن بتاعها وسجلت كل حاجه وخلصت، ده ماده طبيعيه جدا، تمام. وبعدين قمت جاي مدي الانتاجونست بتاعي الاول، خلاص انا العيان ده خلصت وجبت عيان تاني واديت الانتاجونست بتاعي الاول، ورحت مديه الاجونست بعده، وجيت اشوف الكيرف هيتغير ازاي. وصلت؟ عشان نشوف احنا هنعمل ايه، في السلايد الجايه هنشوف الكيرف بعد ايه، هنشوف كيرف الماده الاول وهي لوحدها اللي هي الاجونست لوحدها، ونشوف هتمسك في الريسبتور ونرسم الكيرف الطبيعي، وبعدين اروح مدي الماده الانتاجونست اللي هي بتقفل الريسبتور، وبعدين ادي بعدها الاجونست وارسم الكيرف. ايه اللي هيتغير؟ انا بقى اشوف ايه اللي هيتغير، كاني بالظبط بخلي الخناقه تحصل او بخلي الحاجات الحاله دي تحصل وارسم ايه اللي هيحصل، كاني هرصد الخناقه اللي هتحصل او الايه او الحوار اللي هيحصل. هنا الماده هتيجي تمسك تلاقي حاجه ماسكه مكانها، يا ترى الماده دي هتتخانق ولا الماده دي مش هتعرف تتخانق ومش هتعرف تقوم من مكانه؟ هو ده اللي الكيرف هيبينه لي. تعال نشوف. بص يا سيدي، احنا عندنا كيرفين اهو، قبل ما نقول اصلا مين بتاع مين، انا الاول عندي الكيرف الاحمر ده بيمثل الماده الايه اللي هي لونها اخضر، الماده الطبيعيه اللي هي الفول اجنست، الاجنست العادي اللي اديتها للعيان الاولاني، ماده طبيعيه جدا اديتها، بدات بدوز قليله وبعدين بدات ازود الدوز لحد ما وصلت لاعلى حاجه زي الكيرف الطبيعي جدا، الاحمر ده هو الكيرف الطبيعي للماده، تمام. الازرق ده بيمثل انا اديت الاول الماده ايه الانتاجونست اللي هي الايه اللي بتقفل، وبعدين اديته فوقها
وبدات اشوف الخناقه اللي حصلت ايه اللي حصل فيها. طب تعال نشوف كده الكيرف ده ايه اللي اتغير فيه. الكيرف ده اتزحزح شويه كده ناحيه الايه، ناحيه اليمين، بس زي ما هو بنفس الارتفاع ونفس الشكل، هو صوره طبق الاصل بس اتزحزحت شويه. ده والله هو اتزحزح بس لا مش زيه، ده تطا راسه ازاي نزل وطه كده وايه وبقى قصير ومبقاش زيه. تتخيل مين فيهم بتاع الخناقه ومين فيهم مش بتاع الخناقه؟ انا اقول لك ده ايه اللي حصل فيه. ده هو طبق الاصل بس هو اتزحزح شويه. اتزحزح ديت بلغه الكيرف بتاعنا معناها ايه؟ مش مين هي، تعالى نرسم مين فيها، مين حاجه عندي المتغير اللي هنا دي الدوز، المتغير ده الدوز تمام. يعني كاني بمعنى اصح الدوز زادت شويه، يعني الدواء كان بيبدا الاكشن بتاعه بالدوز دي، بدا الاكشن بس عند دوز عاليه شويه. يعني الدواء لما زودت الدوز شويه بس احتاج فقط نزود الدوز شويه وبعدين ايه عمل نفس الاكشن. يعني الدواء بمعنى راح نده اخواته قاموا جايين ضاربين الماده اللي كانت قاعده على الريسبتور وقوموها من مكانها وعملوا الاكشن بتاعهم ولا كان حاجه حصلت. كده انت دلوقتي هتقول لوحدك بقى مين اللي ضربه، يعني هنا الخناقه، يعني ده الكومبيتيتيف. ليه؟ عشان كل اللي احتاج تعمله ان زود شويه دوز، لما نده لاخواته قدروا يكسبوا. يبقى بس شيفت للرايت، يعني هو بس اتزحزح شويه، بدا احتاجت الدوز عاليه شويه عشان ابدا الافكت. كنت ببدا هنا الافكت بدوز مثلا 1 مللي، احتاجت هنا اوصل ل 10 مللي، زودت الدوز شويه، زقيت الكونسنتريشن زقه، بس قدرت ان انا اخلع البلوكر من مكانه واقومه. يبقى ده كان ايه؟ كان كومبيتيتيف بتاع خناقه، والكتره غلبت الشجاعه. يبقى قوانين الخناقات الكتره غلبت الشجاعه، طالما الكتره يعني الدوز غلبت يبقى ايه؟ يبقى الكتره غلبت الشجاعه. انما هنا ايه اللي حصل؟ زودت الدوز بس هل الكيرف بقى زيه بالظبط؟ ما حصلش. يعني ايه؟ يعني نده لاخواته وحاولوا يشتغلوا بس ما قدروش يقوموا الريسبتور من مكانه. لو كانوا قدروا كانوا قدروا فعلا يقوموه. هو انا مثلا نفترض ان انا عندي 10 ريسبتور ماشي، في البلوكر بتاعي مسك في 5 وساب 5 بمزاجه، هو مسك في 5 وساب 5، جوهم هم يشتغلوا لموا نفسهم واشتغلوا على الخمسه دول بس، ينادوا في اخواتهم وينادوا في مش عارفه مين عشان ياخدوا الخمسه التانيين ويوصلوا للكيرف بتاعهم، لا هم لما جوهم قدروا بس يملوا الفاضي مش اكتر من كده، فعملوا حته الكيرف دي. ينادوا بقى ويزودوا مهما يزودوا خلاص هم مش قادرين يرفعوا الاكشن بتاعهم، مش قادرين ياخدوا الخمسه اللي فاضلين دول. ليه؟ عشان هم ماسك فيهم ريسبتور من نوع الخبيث، من نوع النون كومبيتيتيف، اللي لو جابوا له العيله وعيله العيله مش هيقدر يقوموا من مكانه. يبقى هنا ما كانش في خناقه اصلا، عشان كده لا كتره غلبت شجاعه ولا غيره، ما فيش خناقه. الكتره هنا ما قدرتش تغلب الشجاعه وما قدرتش تعمل اكشن كويس تمام. يبقى احنا كده فهمنا، احنا هنجي دلوقتي الجدول فيه الفروقات ما بينهم وهنسكمهم والدنيا هتبقى تمام، بس احنا نبقى كده فاهمين الكيرف ده ايه اللي اختلف فيه. مجرد انه اتزحزح شويه الدوز زادت بس ايه عمل زي ما هو، الكيرف زي ما هو عالي طبق الاصل، ولا الاكشن بتاعه اتزحزح، الريسبتور بتاعته كلها فضيت وقدر يشتغل عليها ال10 ريسبتور بتوعه كاملين، لانه زحزح الريسبتور الاجونست من عليهم جاب اخواته وقام قومه وخد ال10 بتوعه كاملين. انما هنا جوهم كلهم بربطه المعلم ما لقوش غير خمسه فاضيين، عملوا بيهم شويه اكشن، ياخدوا الخمسه التانيين ما قدروش، يزودوا في الدوز ما قدروش مهما كانوا، فخلاص فضلوا زي ما هم، الاكشن بتاعهم ايه ما كملش، الاي ماكس بتاعتهم قلت، الاي ماكس بتاعتهم قلت، لكن الاي ماكس بتاعتهم زي ما هي، بس ده برده زود دوز وده زود دوز، لكن ده كسب ده ما كسبش. يبقى الاثنين احتاجوا ينادوا اخواتهم، لكن دول قدروا يكسبوا وياخدوا ريسبتور، دول ما قدروش يكسبوا وياخدوا ريسبتور. تعالى بقى نشوف الجدول. خلاص خلاص هانت اهي قربنا نخلص. بص يا سيدي الجدول بيقول لك ايه بقى، عايز يفرق لك ما بين الاثنين. احنا في الاول كده نشوف ايه اللي طلعت دي، عشان قال لك انا عندي هنا النوع الكومبيتيتيف وعندي هنا النوع النون كومبيتيتيف. طيب الاول كده هيقول لي الشكل بارلل ولا نون بارلل، انت قولها مش محتاج تقول. ده شبهه موازي ليه ازاي، انما ده ازاي موطي راسه مش زيه، فده بارل لكن ده نون بارل تمام. يبقى دي اول حاجه الشكل، مين فيهم موازي ومين فيهم مش موازي. ده موازي ليه؟ لانه قدر يوصل للاي ماكس، كسب الخناقه ورافع راسه وتمام، لكن ده ايه ما كسبش الخناقه وموطي راسه تمام، يبقى ده نون بارل. طيب شيفت للرايت، مين فيهم شيفت للرايت؟ الاثنين، ما انا قلت لك ان الاثنين ادوا اخواتهم وجابوا الدوز فاحتاجوا يبداوا بدوز اعلى، لكن ده كسب ده ما كسبش، يبقى الاثنين شيفت للرايت. طيب كلمة البوتنسي زي ما اتفقنا كده، كلمة بوتنسي معناها ايه؟ الدوز، كل ما كنت قادر اعمل افكت بدوز اقل كل ما كنت قوي اكتر، والاتنين احتاجوا يزودوا الدوز، الاتنين ندهوا اخواتهم، الاتنين لما احتاجوا دوز الدوز معناها ان البوتنسي بتاع الاتنين قلت، كان بيعمل اكشن هنا عند واحد هنا بقى يعمل عند اتنين، يبقى خلاص كان بيعمل اكشن عند واحد هنا بقى يعمل عند اتنين، يبقى الاتنين البوتنسي بتاعتهم قلت، حتى برغم ان ده كسب في الاخر لكن برضه كسب بعد ايه؟ بعد ما زود الدوز، يبقى البوتنسي في الاتنين قل.
طب الافكاسي ده زي ما هو، انا قلت لك كسب الخناقه وراسه مرفوعه سيم افكاسي، انما ده لا وطى راسه عشان ما قدرش ياخد الخمسه اللي فاضلين، او يعني خمسه ده طبعا مجازا الريسبتور اللي فاضله يعني ما قدرش يكسب الخناقه، فايه فقلل الاكشن بتاعه يبقى الافكاسي بتاعته قلت. طيب المعلومه بقى اللي هي كانت مكتوبه في المخطط هناك برضو، الاكسس اجنست كان ديسبليس الانتاجونست فورم ريسبتور، لكن هنا لا، يعني ايه؟ يعني الكتره غلبت الشجاعه، هنا الكتره ما غلبتش الشجاعه. اكسس اجنست يعني ايه؟ يعني لما نده اخواته، يعني لما زودت الدوز قدرت تقاوم الانتاجونست من مكانه عشان دي خناقه والكتره تغلب الشجاعه، انما دي ايه؟ دي مش خناقه، فالاكسس اجنست ما تقدرش تقومه، هنا اصلا ما حصلش خناقه عشان الكتره تغلب الشجاعه. تمام، نلم بقى الجدول ده كده نسكمه. اتفقنا احنا هنقول بقى، احنا يعني دي تسكيمه مش احنا خلاص فهمنا، هنقول التسكيمه بقى بتاعتنا. احنا اتفقنا ان الاثنين دخلوا اتخانقوا، تمام، بس ايه؟ بس هنا او الاثنين احتاجوا يجيبوا اخواتهم، يعني بمعنى اصح بس هنا حصل خناقه وده كسب لكن ده ما كسبش، بس الاثنين ندهوا اخواتهم، يعني الاثنين احتاجوا يزودوا الدوز. طالما ندهوا اخواتهم يعني زودوا الدوز، يعني ايه؟ خلاص يبقى البوتنسي بتاعتهم قلت. شفتوا الرايت؟ خلاص في دماغي كده، الدوز زادت يعني اتزحزحوا، تمام، الدوز زادت يعني البوتنسي قلت، ما الدوز والبوتنسي عكس بعض، يعني ندهوا اخواتهم يعني الدوز ايه زادت، يعني البوتنسي قلت يعني شفت الرايت. خلاص دي خلصت كده الخانه دي والخانه دي والخانه دي، مين فيهم اللي كسب ومين فيهم اللي ما كسبش؟ اللي كسب ده اللي هو الرافع راسه زي ما هو كده، فعشان هو رافع راسه يعني الافكاسي بتاعته زي ما هي، ويعني برر رافع راسه وبرر. لكن اللي وطى راسه اللي هو خسر بقى في الخناقه وما عرفش يعمل الاكشن بتاعه، فموطي راسه يعني نمبرال والايه والافكاسي بتاعته قلت. وصلت كده؟ وهنا الكتره غلبت الشجاعه عشان كومبيتيتيف وفي خناقه، لكن هنا نون كومبيتيتيف ومفيش خناقه اصلا، فالكتره ما غلبتش الشجاعه. تمام، يبقى دلوقتي تاني نسكن الجدول اخر مره مع بعضنا، مين الكومبيتيتيف ومين النون؟ حتى عايز تسكمها كلمه نون فور نون. تمام، نون كومبيتيتيف يعني نون برل، يبقى تاني كومبيتيتيف يبقى برل، يعني يبقى مين فيهم اللي فيهم كلمه نون؟ يبقى اللي فيها نون تبقى نون كومبيتيتيف، يعني نون برل، نون فور نون. نون برل يعني ايه؟ يعني وطى راسه يبقى الافكاسي بتاعته قلت، يبقى نون برل وطى راسه الافكاسي بتاعته قلت، لكن ده مفيش فيه نفي، يبقى برل يبقى ما وطاش راسه يبقى الافكاسي بتاعته زي ما هي. الاثنين ندهوا اخواتهم يعني الاثنين زودوا الدوز، يعني الاثنين شفتت لرايت وقوتهم قلت، ما هم ندهوا اخواتهم. تمام، يعني زودوا الدوز يعني البوتنسي قلت وشفتت لرايت. طيب الكتره تغلب الشجاعه في مين؟ في اللي فيه خناقه، يبقى كان ديسبليس في اللي فيه خناقه، لكن كانت ديسبليس، وبرده لو عايز تسكمها اكتر كانت مع نقط، يبقى اللي فيها نفي مع اللي فيها نفي. بصوا يعني انا برضو عارفه ان انتوا مقدرين، انتوا اكيد هتبقوا متضايقين من كده، احنا بقى مش بنفهم وهنسكم ونحفظ، انا مش قصدي كده، يعني فكره ان احنا فهمنا وشرحنا، بس خلي في حاجه في دماغك كده متسيستمه عشان ما تخش الامتحان ما تتوترش وتبقى انت يعني اللي فاهم وكل حاجه بس تحل غلط. فيعني انت فهمت بس حاول تخلي نفسك الحاجات دي يعني ايه متسكمه او ربطها باي حاجه عادي، مش غلط ومش عيب يعني ان احنا نقول النفي مع النفي عادي جدا. فنقول ان النون مع النون، نون كومبيتيتيف نون برال يعني كانت ديسبليس، كل النفي مع بعضها. تمام، وقلنا نون برل يعني وطى راسه يعني الافكاسي بتاعته قلت، لكن ده برل مفيش فيه نفي ما وطاش راسه يعني الافكاسي بتاعته زي ما هي، ومفيش فيه كانت يعني كان يعني كل الاجنست كان ديسبليس الانتاجونست من ريسبتور. تمام، والاثنين ندهوا اخواتهم يعني الاثنين زودوا الدوز يعني قوتهم قلت، تمام، عشان زودوا الدوز وشفت للرايت لان الدوز ايه كل ما تزيد بنعمل كده، صح؟ يبقى تمام كده. كده احنا خلصنا الحمد لله. يعني سريعا بقى هنعدي على الكلام اللي احنا قلناه من الاول خالص 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 عشان ايه؟ عشان نبقى لمينا الدنيا كلها مع بعضنا. احنا كنا بنتكلم النهارده على حاجه اسمها جريد دوز ريسبونس كيرف، صح؟ وقلنا يعني ايه دوز ريسبونس كيرف اصلا. طيب جريد دوز ريسبونس كيرف قلنا يعني ايه اصلا دوز ريسبونس كيرف؟ معناها ان هي علاقه ما بين مين ومين، ما بين متغيرين الدوز والافكت. بنرسم الدوز فين؟ بنرسم الاول الافكت على محور الصادات اللي هو المحور واي، وبنرسم الدوز على المحور اكس اللي هو مين؟ محور السينات ده، ماشي؟ يبقى ده الصداف والتاني السينات. طيب قلنا كل ما بزود بيزيد معايا لحد ما اوصل للنقطه اللي معرفه اللي خلاص مهما زودت ما بيزيدش معايا تاني، دي اخر الدواء. الدواء هو عرفنا الدواء امتى يجيب اخره وامتى الدواء يبدا باقل حاجه عنده. الاول ما ننساش الانواع دي برده، قلنا بسجل الدوز ولا بسجل اللوغاريتم بتاعها. لو سجلت الدوز بطلع خط كده حاجه اسمها هايبربوليك كيرف. طب لو سجلت اللوغاريتم بتاعها بطلع اس شيب سيجمويد. تمام، يبقى ممكن اسجل الدوز واسجل اللوغاريتم، دول شكلين للايه للكيرف، نبقى عارفينهم برده عشان ايه مكتوبين، بستفيد منه عشان احسب مين؟ قلت لك اقل حاجه عنده واعلى حاجه عنده وهو في النص. وعرفنا يعني ايه اعلى حاجه عندي؟ يعني الماكسيمال افكت
بدراج كونسنتريشن عالي، لما الدراج يمسك في كل الريسبتور بتاعته يبقى خلاص خلص، ده اعلى افكت عنده. تمام، بجيبها امتى؟ بجيبها منين قصدي؟ اعلى الهايست ليميت، اعلى نقطه عند محور الصداد. وعرفت يعني ايه الدوز اللي بتقابل كل واحده منهم، وقلت لك ان ايه ان الدوز اللي بتعمل 50% من الاكشن اسمها اي دي 50، بجيبها من على محور السينات. قلت لك ايه تاني؟ قلت لك بعرف حاجه اسمها افكاسي وحاجه اسمها بوتنسي. الافكاسي يعني افكت، يعني الدواء قادر يعمل افكت. افكاسي يعني ايه؟ يعني افكت، الدواء قادر يعمل افكت. كل ما كان الدواء الماكسيمال ريسبونس اللي بيعملها الدواء يبقى افكاسي. يعني ايه؟ يعني عيني على الايماكس، كل ما كان الايماكس اعلى كل ما الدواء ده كان افكتيف اكتر. انما البوتنسي، البوتنسي لا، هي الدوز اللي بيعمل بيها الدواء الاكشن بتاعه. كل ما الدوز قلت كل ما الدواء كان قوي. دواء الصداع اخد منه حبايه واحده يبقى شديد وقوي، اخد اتنين يبقى هو دواء ضعيف. يبقى البوتنسي على الدوز، الافكاسي على ايه؟ على الافكت، يعني على محور الصداد، هنا على محور السنان. كل ما عليت بالصداد كل ما كنت افكتيف اكتر، كل ما قليت بالسنان او رجعت لورا كل ما كنت بوتنت اكتر. تمام، وعرفنا هنا مين فيهم، وقلنا افتكروا انتوا بقى مين فيهم، مش هنقول بقى عشان تفتكروا انتوا. ماشي، اتفقنا ان بقسم المواد من ناحيه ايه شغلها، الاجونست وانتاجونست، الاجونست وانتاجونست وبارشيال اجونست وريفرس اجونست. تمام، واتفقنا ان كلهم مشتركين في ان كلهم بايه بيمسكوا في الريسبتور، بس ده بيعمل اكشن، ده ما بيعملش، ده بنص ونص، وده بيعكس الاكشن. واستفدنا من هنا واحنا بنعرف الايه التعريفات بتاعت كل واحد منهم. الصوره دي برضو ايه نفتكر بيها يعني ايه اجنوست، يعني ايه انتاجونست، يعني ايه بارشيال. التعريفات بقى، قلنا افينيتي يعني ايه الدواء نفسه يمسك في الريسبتور، او الدواء عنده ابيليتي انه يمسك في الريسبتور، شراهه انه يمسك في الريسبتور. تمام، كلهم اتفقنا الاربع ديفينيشن بتوعي مالهم، كلهم مشتركين في انهم عندهم افينيتي، كلهم عندهم افينيتي. تمام، كلهم عايزين يمسكوا في الريسبتور، لكن حتى هي لو مش مكتوبه هنا، وده برضو عنده افينيتي لان هو بيمسك في الريسبتور. تمام، كلهم عندهم افينيتي، لكن ده عنده افكاس عشان بيشتغل، ده ما عندوش افكاس عشان ما بيشتغلش، ده نص نص ما بينهم، ده بيمسك ويخلص بسرعه شغله، ده نزل وبيمسك على طول عشان هو قصد اصلا يقفل، ده ما بينهم. تمام، ده بيشتغل وهو لوحده اجونست، لما يجي يمسك لما يجي مع الاجونست يشتغل انتاجونست. تمام، ده بيعكس الاكشن. واتفقنا بقى ان احنا فرقنا ما بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف بايه؟ قلنا الكومبيتيتيف بتاع الخناقه، يعني الكثره تغلب الشجاعه، وبرر قلنا مفيش نفي يبقى برر يبقى ايه؟ او يعني احنا خلاص فهمناها بس هنقول السكيما بقى بسرعه. برر مفيش هنا، كومبيتيتيف يبقى فور برر، يبقى ما وطاش راسه يبقى الافكاسي بتاعته زي ما هي، انما ده نون يبقى نون، نون برر نون كومبيتيتيف، وطى راسه الافكاسي بتاعته قلت. الاثنين زودوا الدوز، يعني الاثنين ده اخواتهم، فالاثنين زودوا الدوز يعني قوتهم قلت، ما احنا قلنا الدوز عكس البوتنسي، والاثنين شيفت الرايت عشان زودت منهم الدوز. تمام، اخيرا بقى ثانك يو دي، معلش عشان بحب ان حاسه بعرف انها بتفرحكم. اتمنى نكون يعني استفدنا ولو حاجه بسيطه، وفضلا يعني وليس امرا، مع الفيديو هتلاقوا الفورم بتاع الفيدباك تحت الفيديو، لو تملوها يعني وتقولوا لنا رايكم عشان لو في اي ملاحظات او تعديلات يعني نعدلها بعد كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.